ننتقل إلى الدالة المتفرعة القاعدة. أولا خلي أعرف شنو الدالة المتفرعة القاعدة. الدالة المتفرعة القاعدة بيها أكثر من دالة، هاي دالة هاي دالة، احتمال أكو دالتين أو ثلاثة أو أربعة. كل دالة من الدوال يبي مجال معلن، هذا يسموه المجال المعلن، هو قايل لك على المجال، أنت ما لك علاقة. الدالة الأولى يقول لك مجالها إكس أقل من الواحد، هو شارط عليك يقول لك هاي الدالة مجالها أقل من الواحد، وهاي الدالة الثانية هو إكس أكبر أو يساوي واحد. الطالب إذا يريد يعرف المجال مال هاي الدالتين شو يسوي؟ يرسم خط أعداد، هسه نكتب المجال، هذا خط أعداد يأشر لي إكس أقل من الواحد، هذه يعني فارغة، حلقة فارغة، هذه الإكس هنا واحد، خلينا نقول هنا الواحد، الأقل من عدها هاي المنطقة كلها، هذه مجال الدالة الأولى اللي هي واي يساوي واحد ناقص إكس. نجي على مجال الدالة الثانية اللي هي إكس أكبر أو يساوي واحد، يساوي يعني النقطة راح تنملي من يم الواحد، وأكبر أو يساوي يعني إلى اليمين، معنى الدالة أخذت القيم X من سالب إنفينيتي إلى موجب إنفينيتي، واللي هي تعادل لي شنو؟ R اللي هو الأعداد الريال نمبر، يعني كل الأعداد الحقيقية. المجال الأول اتحاد المجال الثاني، المجال الأول ويا المجال الثاني كله يصير مجال واحد لهذه الدالة. فإذا واحد سألك قال لك شنو مجال هاي الدالة بصورة عامة، هي بها أكثر من دالة، نقول هو اتحاد المجال الأول، هذا المجال الأول X أقل من واحد اتحاد المجال الثاني. إذا واحد يريد يفهمه ببساطة، هذا ماخذ القيم اللي هي واحد وأكبر من عدها، يعني ماخذ الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، هنا ما دا ياخذ الواحد بس هو أخذ بالحالة الأولى، بس ياخذ الأقل، معناه ماخذ كل الأعداد من سالب إنفينيتي إلى موجب إنفينيتي. هذا سهل، لكن موضوع المدى دائما عندنا الطلاب يعانون من مشكلة المدى بالدوال المتفرعة القاعدة. هسه راح أعلمكم شلون نطلع المدى مال هاي الدالة المتفرعة القاعدة. ناخذ الدالة الأولى نطلع لها جدول قيم، يعني شلون جدول قيم؟ نكتب f of x يساوي واحد ناقص x، هنا x أقل من واحد، وأسوي له جدول، هاي x هذه واي، جدول بسيط، ابدي اعوض هنا واحد، عوض، هو صحيح ما عندك مساواه، انت اكتب واحد وعوضها بالداله، واحد ناقص واحد شو يساوي؟ صفر، هذه مو نقطه، الاكس واحد والواي صفر يسموها فجوه، يعني الرسم مالها ما يطلع نقطه، يطلع هالشكل، يطلع حلقه فارغه صغيره. زين هو ده يقول لي خذ لي اقل من الواحد، يعني اقل من الواحد شاخذ انا هنا مثلا صفر، واحد ناقص صفر هو واحد، اخذ سالب واحد، واحد ناقص ناقص واحد يعني يطلع اثنين، لانه سالب بسالب موجب، وهذا واحد وهذا واحد، اذا اخذت سالب اثنين يصير واحد سالب سالب اثنين ويساوي عندي ثلاث. نظره بسيطه للجدول، نظره بسيطه للجدول راح تشوف صفر واحد اثنين ثلاثة، راح تقول واي أكبر من الصفر، ما قلنا مساواة لأنه أنا ما عندي مساواة، أنا من عوضت الواحد وطلع الواي صفر، هذه مو نقطة، يعني هذه مو قيمة واي الحقيقية بالضبط، هاي كلش كلش قريبة عليها، فإذا هذه علامتها شو تكون؟ فجوة. إذا هنا الواي اللي طلعت صفر أنا ما أخلي مساواة. ننتقل إلى الدالة الأخرى اللي هي f of x يساوي جذر x ناقص واحد والx أكبر أو يساوي واحد، هذا هو المجال المعلن. أبدأ أسوي جدول بx وy، أعوض الواحد راح يصير جذر واحد ناقص واحد ويساوي صفر، إذن الx واحد والy صفر، هذه نقطة، يعني من أرسمها على البيان أرسم نقطة طوخة الشكل، مو أرسم لي حلقة فارغة صغيرة. بعدين ابدا اخذ اكبر من الواحد، مثلا اخذ الاثنين صير جذر اثنين ناقص واحد هو جذر واحد يعني واحد، ابدا اخذ الثلاث صير جذر ثلاث
ناقص واحد يعني جذر اثنين، جذر اثنين لو ندقها بالحاسبة تصير 1.4، وهكذا تقدر تأخذ الأربعة تقدر تأخذ الخمسة. ادرس لي الجدول زين، ادرس لي الجدول زين. صفر محسوبة، واحد 1.4، إذا أخذت أربعة يصير عندي أربعة ناقص واحد يصير جذر ثلاث تقريبا 1.7. بس لاحظ شوف الاكس كان صفر بعدين صارت واحد بعدين صارت 1.4 بعدين صارت 1.7، كل ما أكبر قيم اكس تكبر قيم واي. إذا أنا هنا ايش راح أقول؟ أقول واي أكبر أو يساوي شنو؟ صفر. المدى الأول والمدى الثاني نجي نرسمهم على خط الأعداد، هذا الخط الأعداد. أرسم المدى الأول اللي هو واي أكبر من الصفر. طيب هذا المدى الأول، هنا خليت حلقة فارغة لأنه أنا هنا ما عندي مساواة. نجي على المدى الثاني، واي أكبر أو يساوي صفر، سويها غامقة لأنه أنا عندي مساواة وهم أبدأ أأشر. زين شنو اللي تأشر عندي؟ من الصفر تأشر عندي إلى موجب إنفينيتي. طيب هذه الطريقة الأولى، نقدر جدول القيم الدالة الأولى وجدول الدالة الثانية ونسوي اتحاد المدى الأول والمدى الثاني. راح أرجع شلون أرسم هاي الدالتين. يجي طالب يقول أستاذ أني أريد أطلع من الرسم. هو أنت ما تقدر ترسمه إذا ما سويت جدولين. فهسه راح أبدأ أرسم الدالة الأولى اللي هي هاي دالة خطية، أبدأ أخذ واحد وصفر، يعني الإكس واحد والواي صفر. هذه واحد، هاي الإكس واحد والواي لا صاعد لا نازل، حلقة فارغة. طيب أجي أخذ الصفر، الصفر إيش قد ينطيني؟ واحد. إذا الإكس صفر الواي واحد، إحنا قلنا نقطتين كلش كافي، بس خلي نكمل ما يخالف. سالب واحد هو اثنين، يعني السالب واحد هو اثنين. طيب هذا خط مستقيم لأنه هي الدالة خطية، أنا لازم أنتبه أنه هاي الدالة خطية، هاي مو تربيعية حتى تصير قوس أو دالة أخرى. نجي على الدالة الثانية، الإكس واحد الواي صفر، هذه النقطة الفارغة راح تنملي لأنه أنا عندي واحد وصفر، هاي نقطة كاملة، هذه كانت فجوة حلقة فارغة. النقطة اجتي ملت الحلقة الفارغة، هي كانت فارغة، اجينا احنا هنا سوينا طخ يعني ملت الحلقة الفارغة. طيب الاثنين هو واحد، الاثنين هو واحد، هاي الاثنين هنا واحد، الثلاثة هاي الثلاثة هو 1.4 يعني شوية أعلى من الواحد، الثلاثة 1.4 يعني شوية أعلى، والأربعة 1.7 شوية أعلى، وهاي الدالة الجذرية هالشكل ترسم. رسم الدوال الجذرية في بداية موضوعنا، احنا شرحنا رسم الدوال لكن ما ركزنا على الدالة الجذرية. سبب لأنه الطالب حتى يرسم الدالة الجذرية لازم يعرف مجاله، يعني أنا ما أجيب كيفي أرسم دالة جذرية. هسه راح أرسم لكم دالة جذرية بالاعتماد على مجاله، يعني أنا إذا ما أعرف المجال مال الدالة أنا ما أقدر أرسم الدالة. هسه وراء هذا المثال راح أشرح لكم شلون نرسم الدالة الجذرية.